بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على هذه الاستضافة. السيد بوشلوش عبد الحميد، مدير مستشفى سليم زميرلي بالحراج. في البداية يعني نشكر الطاقم الطبي والشبه الطبي وأعوان يعني الأمن والوقاية اللي راهم يسهروا على رعاية المرضى هذو تاع كوفيد 19. الناحية الثانية يعني المستشفى قام بجملة من التدابير اللي تم اتخاذها بالتشاور مع المجلس الطبي مختلف رؤساء المصالح، من بينهم استحداث ان بروتوكول اللي واجب الاحترام من الكل، وهذا يعني في اطار يعني حمايه المستخدمين اولا، يعني الطاقم الطبي والشبه الطبي وعمال الوقايه اللي يعملوا يعني بطريقة مباشرة مع المريض. الحاجة الثانية اللي قمنا بها هي الغلق النهائي للزيارات، وهذا لي يعني تقليل من تواجد الأشخاص داخل المؤسسة، سواء على مستوى قاعات العلاج، سواء على مستوى قاعات الانتظار داخل بهو المستشفى، تقليل الحالات الاستشفاء اللي تقتصر على الحالات المستعجلة، وبما أنها مؤسسة متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية يعني عندنا تخصصات بينها جراحة الأعصاب، ومن بينها جراحة الردود، وكذلك الجراحة العامة. هذه يعني حالات مستعجلة وإن واجب يعني استشفاء جملة من المرضى. فيما يتعلق بمصلحة الطب الداخلي يعني قمنا يعني بإخراج كامل المرضى الذين لا يعني كينيسيسيت با يعني بريزون شارج يعني الاخر، ولا يعني كملوا العلاج تاعهم هذوما كامل، لانه مصلحة يعني متخصصة في مثل هذه، خاصة في مثل هذا الظرف. على مستوى الاستعجالات في البداية يعني صبنا جملة من الصعوبات، ولكن باستحداث اليونيتي كوفيد على مستوى الاستعجالات الجديدة يعني الحمد لله يعني فيه يعني أريحية، فيه يعني سيرتان فليكسيبيليتي، المواطن يدخل مباشرة، فيه ان بوكس دو كونسلطاسيون، عندنا اطباء عامين اونبا، الحالات المشكوك فيها يتم يعني صعودها للطابق العلوي اين يتم الاستشفاء. هنا عندنا 16 سرير لليزولمون، وعندنا 6 اسره للعنايه الطبيه المركزه سي لا ريانيماسيون. هنا في هذا الصدد يعني عندنا ان مانك دو ريسبيراتور، عندنا 3 لي اللي راهي ايكيبي بلي ريسبيراتور لي 3 زوط نو. بالمناسبه يعني نشكر وزاره الصحه والسكان يعني على الاعانه اللي قامت بها، خاصه فيما يتعلق بالاسره على مستوى هذه الوحده بالذات، وكذلك لي بوس سرانك بلس ان ريسبيراتور موبيل. كذلك يعني من بين الانشغالات اللي قمنا بها هي ايواء اللي يعني صبنا فيه جمله من العراقيل، خاصه فيما يتعلق بالطاقم هذا الطبي وشبه الطبي، الاعوان اللي يعملوا مباشره في هذه الوحده، اللي صبنا يعني جمله من العراقيل. قمنا يعني بالاتصال بالوالي المنتدب، بالامين العام لولايه الجزائر، مدير توريزم على مستوى ولايه الجزائر، اللي يعني قدموا لنا يعني جمله من التسهيلات، من بينها يعني قمنا ب لا ريسبسيون، داير ديجا عندنا ديجا سي لي دون زان اوتيل الدار البيضاء، عندنا دوتر لي ديل ابراهيم مالغري سي لوان، مي اوني دون لوبليغاسيون داسوري لو ترونسبور اي كومبري لا نوريتور، au moins pour assurer une équipe stable au niveau de l'établissement, beaucoup plus au niveau de cette unité. فيه ثاني يعني نوه بجملة من الإعانات اللي يعني تحصل عليها المؤسسة
فيه خواص، فيه متطوعين كذلك على مستوى الإطعام، فيه متطوعين على مستوى الإطعام، يعني سيدي جون يعني ايدونتيفي باينين، يعني قمنا بجملة من الإجراءات على مستوى الدائرة الإدارية للحراج للتحري، وعطينا لهم يعني ترخيص لنقل هاد الوجبات سواء على وجبة الغداء أو العشاء لمختلف يعني الأطقم اللي تقوم برعاية هاد الوحدة، وحدة كوفيد. فيه جانب يعني جانب تحسيسي أكثر منه يعني يدخل في الجانب التوعوي، يعني الإنسان لما الدولة الجزائرية يعني قامت بالإجراءات هذه تاع الحجر الصحي، هي تخرج على المواطن، تخرج على المؤسسات الصحية، نيفيتيو هاد لي روغروبمون انيتيل، بالرغم من أننا يعني التمسنا يعني فيه ديمينيسيون، يعني نقص العدد الهائل اللي كان يصب لهنا على مستوى المؤسسة، ولكن بالمناسبة ما زلنا يجو ناس يعني كابابل ما يعطوش أهمية لهذا الموضوع اللي هو في غاية الأهمية، يعني بوكو بليس بارابور لا ترانسميسيون، يعني الناس ما يعطوش أهمية، مريض يجو معاه 6-7 يعني اونتر دينور ديفيكولتي سوا ديزون بور لي يعني بولي كونفانكر. من ناحية ثانية يعني في إجراءات يعني على مستوى يعني خاصة يعني تطبيقا للتعليمات الوزارية، قمنا بإعداد قائمة خاصة بالنفسانيين لإعطاء يعني هذاك لو بلوس تاعهم يعني لتهدئة النفوس، سواء للمرضى سواء لعائلات المرضى لأنهم ما يحق لهمش باش يشوفوا أصلا المرضى، لتهدئة النفوس، هادو سي أطباء نفسانيين. من ناحية ثانية فيما يتعلق يعني بهاد ليزيكيب اللي راهم يعملوا على مستوى هاد اليونيتي، يعني الحق صبنا أناس كي بورت فولونتير بوكو بلوس، بدينا يعني بليكيب دو ريانيماسيون ميدسين، مي صبنا يعني عراقيل مع مختلف المصالح الاخرى، يعني لي سوا ديزون بور يتابلي دي ليست كومون كي كونسيرن تو لو بيرسونيل دو لوبيتال. بالمناسبه عندنا اناس لي تتغيب، عندنا اناس اللي راهم يديبوزي دي زاري دو ترافاي دو كومبليزونس، وبهذه المناسبه يعني قمنا باستحداث اليوم بالضبط استحداث لجنه لدراسه هاد لي زاري دو ترافاي اللي رانا نشوفوهم اصلا في ماهمش في محلهم، لان تهرب من المسؤوليه اكثر من شيء اخر. عندنا يعني عمال سواء اطباء سواء شبه طبيين سواء عمال هادو الوقايه دي زاجون دو سيرفيس، عملوا بطريقة منتظمة على مستوى هذه الوحدة، يعني بطريقة عادية. هذو الناس يعني يستاهلوا كل الشكر سواء من قبلنا ولا من قبل السلطات المعنية، ولكن الشكر وحده لا يكفي، وبالتالي لازم تضافر كل الجهود، تضافر جهود كامل الممارسين سواء طبيين سواء شبه طبيين سواء هاد الأعوان لمجابهة هذا الوباء هذايا بطريقة ممنهجة، ونبا دير أوتر شوز. عندنا حالات على مستوى هذه الوحدة اللي تم استشفائها، عندنا حالات تم استشفائها على مستوى لا ريانيماسيون، وين شفنا يعني حالات وفاة ربي يرحمهم يعني ويوسع عليهم. عندنا حالات استشفاء على مستوى يعني اليونيتي هذه ديزولمون، كاين الناس اللي راهي بدينا لها ديجا لو بروتوكول تاع الكلوروكين، وعندنا الناس اللي رانا نستناو يعني ننتظر دائما لي ريزولطا سوا بور لي فير سورتير سوا يعني بور اونطامي لو بروتوكول دو كلوروكين. وفي هذه المناسبه يعني اشاك فوا عندنا دي نوتس اي دي انستريكسيون مينيستيريال ا ريسبكتي
سوا ديزون بارابور يعني للطاقم الطبي وشبه الطبي. فيما يتعلق يعني بالمستلزمات على مستوى المستشفى خاصة ما تعلق بلي موين دو بروتيكسيون، ما نقولش يعني من المؤسسة تاعنا يعني عندنا يعني عراقيل من ذاك خاصة فيما يتعلق بالكميات، ولكن اونجير يعني اونجير دون مانيير بوكو بليس راسيونيل مالغري كو ديرون لو موا دو مارس plus le début du mois de février, il y a une consommation importante au niveau de l'établissement, du service qu'on fait. Mais, alhamdoulilah, la pharmacie centrale des hôpitaux, on reçoit des quantités, pour faire face soit disant 10 à 15 jours de consommation de notre établissement. وهذه يعني ندعو يعني في 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 الاخير ندعو للمواطنين للتحلي بالصبر، التحلي بهذا الحجر هذايا يعني احترامه، لانه ثانيه نقدر نخدم حنايا ثاني على مستوى المؤسسات باريحيه لما يجينا انيكمو لو مالاد. Et on est là pour le malade. Regardez comme ça.